أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، قال الرئيس السيسي إن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار، بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج. أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم، الكلام ده معروف لينا يعني دكتور مصطفى عارفه، وزير المالية عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين إن احنا نقول ده ونأكده. تمام. ليه؟ عشان يقول لك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات بعض في بعض الموضوعات، يعني إيه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني، احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات، وانا قلت الكلام ده من يمكن سنة ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكه. تمام يا فندم. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف اكيد، هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل، فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام.